بدايتنا ابتداء ان شاء الله من جدة من محطة ساسكو متجهين بإذن الله إلى ينبع وبعدها إلى عنيزة حتى نكمل معكم هذه المسيرة اللي هي على الوينجل 5 موديل 2022. عبينا ديزل الآن فل وصفرنا التريب. حنشوف تانكي الديزل الوينجل 5 كم حيمشينا. وهذه الآن المسافة المدفوعة 400 كيلو وتانك الديزل خلص منه النص، يعني تقريبا تانك الديزل في الوينجل 5 يمشيك 800 كيلو. السيارة هذه حتشوفوا معانا خط سير الرحلة. انطلقنا من مدينة جدة وتوجهنا إلى عنيزة، كان تانك الديزل فيها فل، مشانا فوق 800 كيلو. السيارة هذه ما شاء الله تبارك الله لما تحملت بال 400 كرتون ما نزلت النزول اللي يستدعي إنه تشوف السيارة صار فيها هبوط. بالإضافة إلى ذلك لو حابين تشوفوا شكل السيارة من الجنب تلاحظوا ان السيارة مستوية ما شاء الله تبارك الله، وهذا يدل على قوة السست ونظام التعليق الخاص بالوينجل 5. تابعونا في مسار الرحلة هذه وان شاء الله باذن الله انكم حتستانسوا. الان احنا عبينا السيارة ديزل فل بهذه الحمولة، حنشوف كم حيمشينا تانك الديزل اللي موجود فيها. ياكم ومثل ما انتم شايفين متابعينا الاعزاء، الوينجل 5 ما شاء الله تبارك الله مناسب جدا لاصحاب محل الخضار، اصحاب المؤسسات، اصحاب اللي عندهم ثلاجات، واي احد يحتاج تحميل على هذه السياره. طبعا السياره هذه ما فيها دبل فتنفع لاي شخص يحتاج انه يحمل عليها، اقتصاديه في استهلاك الديزل، مريحه من الداخل، مكيفها ما شاء الله تبارك الله ممتاز وبارد، واي شيء تحتاجه في عمليات النقل حتى أصحاب المؤسسات والمقاولات يقدروا أنهم يستفيدوا من خدمات الوينجل 5. وأيضا قطع غيار موجودة وشفنا جميع التجارب، وهذه التجربة اللي ورانا من الشيء اللي يعني مبهر جدا أنها شايلة 1200 كيلو من التمر محمل ورا رايحين فيها إن شاء الله إلى جدة. نظام التعليق في الوينجل 5 نظام جميل جدا وقوي، بحيث انه احنا حملنا عليها 1200 كيلو من التمر زي ما انتم عارفين، لكن لاحظنا انه السياره من وراء ما انخفضت انخفاض قوي جدا، مجرد شيء بسيط تعتبر يمكن سنتي او 2 سنتي هي اللي انخفضت، فهذا الشيء يساعد جدا مؤسسات واصحاب النقل والحموله انها تستخدم هذا الشيء وتستفيد منه. مسار رحلتنا كان من جدة إلى ينبع إلى عنيزة إلى الرياض وراجعين إلى جدة بإذن الله. طبعا الحمولة هذه شالت على الوينجل 5 الديزل، وإحنا في طريقنا من القصيم إلى الرياض ما شاء الله تبارك الله واجهنا تحدي قوي جدا، طلعت الغاب اللي ما يعرفها يشوف في جوجل يشوفها طلعت الغاب. السيارة الحمد لله ما واجهت فيها أي مشكلة، لا ارتفاع حرارة ولا انخفاض في العزم ولا أي شيء. شوفوا طلعت الغاب. الآن التحدي الصعب، التحدي القوي، متوجهين إن شاء الله إلى طلعة الغار. نشوف السيارة كيف حيكون أداءها في طلعة الغار. طلعة الغار طبعاً أغلب المتابعين إذا ما كانوا كلهم يعرفوها ويعرفوا مدى صعوبتها وشدتها وحدة ارتفاعها.
ما ادري اذا ظاهره عندكم في الكاميرا الان ولا لا. تمرون محافظة الغار على اليمين. شوفوا الطلعة كيف، وشوفوا يعني عشان تعرفوا قوتها، لاحظوا الجبلين اللي على اليمين هي مكسوسة بالنص. أذكر إن السيارة محملة 1200 كيلو من الثمن. أذكر الساعة 3:10 ظهرا أو بالعصر. الجو درجة حرارته الآن 36 درجة مئوية، وأنا طالع معايا 1200 كيلو من التمر في طلعة الغار. الآن على النمرة الخامسة، حرد النمرة الرابعة. ماشي بسرعة 100 حاليا على النمرة الرابعة. والله هذا الثور من شركة جريت وول، اخو الوينكل، بس هذا اخوه الاكبر. ما شاء الله ما احتاج امشي على الرابع، السيارة مرتاحة. ما ادري الظاهرة عندكم الحرارة ولا لا، الحرارة ما تغير على النص. عشان اكد لكم اضطر اني افك الكاميرا، معليش سامحونا على الاهتزاز. ما هي ما تغيرت ما شاء الله تبارك الله، واحنا محملين تمر 1200 كيلو. ومن الخدمات الجميله اللي تقدمها شركه هافال وينجل ان اذا طلبت قطعه غيار في اي مدينه او قريه في داخل المملكه ومهما توفر في المكان اللي انت فيه، يوصلوا لك هي توصيل الى المكان اللي انت طالبه. وبفضل الله وصلنا من الرياض إلى مواكب الأجر الجمعية الخيرية اللي تساعد على توزيع التمر للناس المحتاجة. التمر الآن قاعد ينزل وبإذن الله حيروح للناس المستحقة. تفضلوا معانا وشوفوا. وبكذا الحمد لله وصلنا لأول جمعية خيرية اللي هي مواكب الأجر، ورايحين إن شاء الله إلى الجمعيات الثانية. وصلنا الآن لجمعية تنمية القرى اللي بإذن الله حتساهم معانا أيضا في إيصال هذه التمور إلى مستحقيها ومحتاجيها. الحمد لله وصلت إلى جمعية تنمية القرى بكل سلام. وبفضل الله ومنته وصلنا إلى الجمعية الخيرية بوادي قديد حتى ننزل آخر كمية من التمر اللي موجودة معانا الوينجل 5. إن شاء الله بإذن الله أنها توصل للناس المستفيدة، والله يكتب الأجر لنا ولكم جميعا. خلينا نشوف الحمولة وهي تنزل تحت. أسأل الله أن يكتب الأجر لنا ولكم جميعا. والله يبلغنا رمضان، كل عام وأنتم بألف خير. في أمان الله.